الفيديو ده احنا كنا بنصور في محمية طبيعية مع كابتن محمد قطب، عملنا تمام. اليوم ده تقريبا اكتر من 15 او 20 تحدي. تمام. فكابتن محمد قطب حتى كان المفروض ان هو هيجيب سكينة مستعملة من المنزل عنده، بس للاسف هو نسيها يعني. فانا كنت عامل حسابي وجبت سكينه نجيب. يعني هنعمل ده دلوقتي على الهواء ان شاء الله باذن الله. هننفذ التحدي ده لايف ان شاء الله قدامكم دلوقتي. وده تمام. التحدي الثاني كان اول مره يعمله الكابتن محمد قطب واحنا بننفذ التحديات. هو فاجئنا بيه صراحه، هو كان اول مره ينفذه وانا كنت راكب العربيه تمام. بتاعتي، فقال لي ايه رايك انا هنام تحت العربيه وانت هتعدي من عليا. طبعا انا كنت متخوف جدا، لان هي كانت مغامره مش محسوبه ولسه كانت مفاجاه لينا ما كناش متفقين عليها اصلا، زي ما شايفين قدام حضراتكم على الشاشه تمام. فالكابتن محمد قطب الحمد لله يعني طلع قدها، وزي ما هو عودنا دايما ان هو ما بيكسفناش، ودايما ربنا بيقف صفه وبيوفقه لانه دايما بيستعمل موهبته وقدراته الخارقه في الخير. ده كان تحدي جامد جدا، واول ما نزل على نزلناه على صفحتنا على الفيسبوك. حاجه بسيطه بس ننوه ليها، اتفضل. وزن العربيه دي طبعا استاذ وليد عارف الكلام ده، تقريبا وزن العربيه 1200 كيلو. 1200 كيلو. 1200 كيلو. تمام. عشان بس الناس بتقول لك ده عربيه خفيفه مش عربيه. لا ده هي باينه قدام المشاهدين، عاملين فيديوهات قدام المشاهدين ونقدر يعني. نبحث تمام. عليها على النت. وحضرتك انا اقدر اعمل برضو نفس التحدي ده بكذا شكل يعني، اكتر من شكل برضو ممكن عربيه. بس هو عشان بس كان اختصارا للوقت، عشان كان في فيديوهات تانية بنصورها. تمام. وهنعرض برضو كل الفيديوهات مع حضرتك. اتفضل استاذ وليد تعلق. ان شاء الله باذن الله. ده كان برضو احد التحديات اللي هي احنا نفذناها في المحميه الطبيعيه. تمام. والحمد لله يعني ربنا جبر بخاطرنا وما حصلش فيها اي اضرار ساعتها، والكابتن محمد طلع زي الفل وطلع سليم منها. وانا حتى المصور ركز ان انا وقفت بعجله العربيه على جسمه شويه. تمام. وكانوا بيستعجلون عشان انزل، وهو الراجل صراحه ما لقيتش اي ضرر ليه، هو الراجل قال لي خد راحتك خالص ومفيش اي مشاكل. تمام. وان شاء الله التحدي اللي بعد كده باذن الله، كل التحديات دي موجوده على صفحتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. محمد قطب سوبر قطب. على تمام. الفيسبوك على اليوتيوب على الانستجرام وعلى التيك توك. يعني نقول لكل المتابعين يا جماعه يتابعوا الكابتن محمد قطب على السوشيال ميديا، على كل شبكات التواصل الاجتماعي، اليوتيوب، التيك توك، الفيس، كل حاجه موجوده زي ما موجود قدام حضراتكم. محمد قطب سوبر قطب. تمام. ده التحدي الثالث بالنسبه للكابتن محمد قطب، برضه نفذناه بالعربيه اللي هي نوعها لادا نيفا دي، وهو بيزقها بصباع واحد وفي ارض صحراويه مش اسفلت، وما شاء الله احنا شايفين العربيه بتجري ازاي، العربيه بتتحرك معاه. وبرضه بنوه للساده المشاهدين يا معالي المستشار انه للساده المشاهدين ما حدش يعمل الحركات دي يا جماعه، لان الحركات دي لها قوات خارقه. تمام. اكيد اكيد. تمام. اتفضل. مش اي حد يقدر يعمل ده. طبعا موضوع التحدي بصباع ده جربته كتير يعني، مش اول مره يعني. يعني اكتر من مره عملت ده. وعلى اكتر من عربيه ولدرجه الشاحنات، الشاحنات تمام. الكبيره تمام ما شاء الله لقيتها برضه بصباع. تمام. مش بس العربيات بصباع. وكل حاجه بالمصداقيه يا جماعه، زي ما انتم شايفين قدامكم الفيديو مش متفبرك ولا في اي حاجه، هو بالطبيعه. تمام. اتفضل معانا المستشار. هي دي برضه ده تكرار تاني لنفس الفيديو اللي هو العربيه بصباع واحد ما شاء الله، وصباع ايده الشمال. تمام. في طبعا حاجات برضو انا بشيل شوالين بصباع، بشيل شخص بصباع. بتشيل شخص بصباع. تمام. ممكن ازق واحد شخص بصباع او او تمام. ما شاء الله موضوع الصباع ده ما شاء الله. الفيديو برضو موجود معانا نعلق عليه. ده ما شاء الله برضو فيديو قوي جدا نفذناه. والعربيه اللادا نيفا دي تخصنا احنا، اللي احنا كنا بنستعملها معانا. وبالصدفه كان صادفنا مرور عربيه تاني ملاكي، شخص ما نعرفوش خالص، احد ما شاء الله عليه، احد رواد المحميه اللي احنا كنا بنصور فيها. طبعا لما بنقول له احنا عايزين نصور الفيديو ده ان هو هنرجع بالعربيتين على الكابتن محمد قطب، كان مذهول طبعا، كان خايف وكان بيقول لا ازاي ده ممكن يموت. لا انا ما اقدرش اغامر بحاجه زي كده. لما طمناه يعني. لما طمناه هو بدا ان هو يتعاون معانا ما شاء الله عليه، وبدانا نعمل ننفذ التحدي ورجعنا على الكابتن محمد قطب. تمام. وهو ما شاء الله صمد وواقف العربيتين، حتى انا كنت شامم ريحه التيل بتاع العربيه طلع وانا برجع من كتر الضغط على البنزين. في برضه فيديوهات تانية للعربيتين هتظهر معانا برضه على الشاشه. نفس الفيديو ده احنا نفذناه برضه بشكل تاني، بس هو مش معروض معانا النهارده، ان هو ما بين عربيتين ميكروباصين وانه ما بين عربيتين كبار، برضه نفس الفكره. تمام. ونفس التحدي. بس تمام. ده اقوى كمان من الفيديو ده كمان. الفيديو ده ديك هو. تمام. الاولاني. الفيديو الاولاني اقوى. تمام. لان ده كان معانا فيديوهات كتير قوي والناس متشوقه انها تشوف الفيديوهات دي والله، فعشان كده بنحاول نعرض وحضراتكم تعلقوا عليها والله. اختصارا لوقت الحلقه بس احنا بنعرض حاجات بسيطه جدا. حاجات بسيطه جداً ده في الفيديو. الصفحه يا جماعه مليانه ما شاء الله يعني. هو ايه اللي هو نفذها فعلا. تمام. هنا الكابتن محمد بيكسر قالب الطوب. تمام. بايد واحده، سيف يد كده يعني.
تمام. وبرضه نفذ نفس التحدي ده على دماغه، كسر قالب الطوب على دماغه. تمام. برضه من ضربه واحده، بس احنا اختصرنا الوقت البرنامج مش عرضنا. ده بقى التحدي المذهل الكبير اللي احنا هننفذه النهارده لايف ان شاء الله. هننفذه لايف ان شاء الله بعد باذن الله بنفس السكينه اللي في الفيديو ده، عشان برضه ايه مفيش اي حد يعترض، مفيش اي حد ايه يكذب في مصداقيتنا. هننفذ نفس الفيديو ده مع كابتن محمد النهارده لايف باذن الله ايه في الحلقه. تمام. ان هو بيتني السكينه في بطنه وبعد ما بيضرب نفسه بيها بقوه. ده نفس الفيديو هو برضو كابتن محمد بيضرب نفسه بقوه في بطنه بالسكينه، والسكينه دي اللي انا اشتريتها جديده والله بعد ما هو نسي السكينه اللي هو اللي موجوده معانا على الهواء النهارده. وموجوده معانا على الهواء. حتى بس انتوا كده بوظتوا سكين كتير قوي. هنعمل ايه طيب؟ ما هو هو الطريق صعب واحنا بدأناه مع بعض ان شاء الله باذن الله ومكملين مع بعض باذن الله. وتعهدنا انا وكابتن محمد باذن الله كاخوات مش كشغل او بيزنس بس مع بعض، ان احنا ان شاء الله نوصل للمقدمه باذن الله. ده تحدي جامد جدا. شرح لنا بقى التحدي ده. ده شخص وزنه 85 كيلو واحنا برضو بيطلع فوق العربيه خالص على العربيه. 85 كيلو. تمام. بيطلع فوق العربيه خالص وبينط على بطن كابتن محمد قط ما شاء الله بكل قوه. وكابتن محمد قطب بيقوم بعدها عادي ولا كان حصل حاجه، وكان طفل صغير هو اللي نزل على التحدي ده. عمله عملته كتير يعني. التحدي ده اكتر من مره يعني عمله. كان على دولاب حاجه اعلى. تمام ما شاء الله. وكان وشخص اعلى في الوزن من الشخص ده كمان. لو هنركز في الفيديو الشخص كبير، شخص عنده 25 سنه وزنه 85 كيلو ما يقلش عن كده تقريبا، ومن اعلى العربيه من اعلى نقطه وبينط على على بطن كابتن محمد قطب. وخلي بالك برضو النطة دي بتزود الوزن الضعف طبعا طبعا. تمام. بينزل بقوة وبضغط جامد على بطنه. تمام. ولا كأن في حاجة حصل. تمام ما شاء الله. ربنا يديله الصحة. ربنا يبارك فيك يا رب يا أستاذ محمد. التحدي اللي بعده بقى يا جماعة. التحدي ده برضو كان كابتن محمد قد كان بيعمل تقريبا جزء منه اللي هو الضرب بالشاكوش على بطنه أو على رجله أجزاء. تمام. من جسمه يعني، وده برضه هننفذه باذن الله معانا في الحلقه النهارده. تمام. لكن واحنا في المحميه لقينا في صخور وفي حجاره كبيره موجوده. صخور صلبه جامد يعني. كان في امكانيات يعني. كان في امكانيات حوالينا فحاولنا نستفيد منها. تمام. فكابتن محمد قال لي ايه رايك نجيب الحجر الكبير ده تحطه على بطني ونضرب فيه، نفضل نضرب فيه لحد ما ايه يتكسر على بطني. انا صراحه كنت قلقان منه في البدايه، لكن بعد كده اطمنت لما هو شجعني وقعدنا نضرب في الحجر لحد ما فعلا اتكسر على بطنه. وبعد كده كملنا ضرب بالمرزبه الثقيله دي على مباشر دايركت على بطن كابتن محمد قط. تمام ما شاء الله. والحمد لله برضو نفذنا التحدي بكل قوه، وهو الحمد لله مفيش اي اضرار لانه راجل واثق من نفسه وعارف ربنا وبيستعمل كل قوته في الخير، ما اذاش حد ما ضرش حد، وبندعي له كلنا ان ربنا يوفقه باذن الله. ربنا يا رب يوفقه باذن الله. تمام. التحدي اللي بعده يا جماعه بقى نشوفه. ده التحدي برضه ده نفس فكره التحدي اللي هو كان معروض من ان هو ايه ان هو يدفع العربيه من الامام، ده عكسه بقى بيدفع العربيه من الخلف. واحنا بنصور العربيه هو فاضيه يا جماعه عشان المصداقيه ما فيهاش اي حد. تمام. والعربيه في ارض صحراويه في رمله، فطبعا السير فيها صعب جدا. صعوبه جدا. صعب جدا. تمام. لو ركزنا على كابتن محمد ده صباع ايده اليمين اهو، التحدي الاولاني كان بصباع ايده الشمال. زي ما انتم شايفين يا جماعه بصباع واحد ما شاء الله. بصباع واحد. تمام. بايده اليمين والعربيه ما شاء الله بتجري مش بتمشي. احنا لحقنا العربيه بالعافيه على فكره. وطبعا طبيعه الارض كانت صعبه جدا، هو قال ما تقلقوش انا ربنا معايا هيوفقني ان شاء الله. تمام. عايزين بقى ان شاء الله نشوف التحديات تكبر لحد ما نزق اتوبيس بقى ان شاء الله. لا ان شاء الله احنا موجود موجود معانا اهو. سبحان الله يعني. الاتوبيس موجود يا جماعه معانا على سبيل الصدفه. تمام ما شاء الله. كنا في القاهره كان كابتن محمد جاي، كنا بننفذ بعض التحديات هنا مع بعض. فاحنا كنا في ميدان في المنيب. تمام. فلقينا اتوبيسات نقلعان، فاستاذنا السواق ان هو يزق الاتوبيس، فالراجل طبعا ايه اتفاجئ وقال ان احنا بنهزر. تمام. قلنا له لا مفيش، ما بنهزرش ولا حاجه، الكلام ده حقيقي فبنستاذنك بس ايه، لكن الميدان كان زحمه جدا. فقال الراجل انا هقعد على الطاره، ما اقدرش اسيب ايه طاره السواقه. ليه؟ لان برده عشان حركه الاتوبيس نفسه. فاتفاجئنا الناس حتى اللي موجوده في الاتوبيس هي قدامنا بتصور. بتصور حتى. تمام. وعجل الاتوبيس لو ركزنا عليه هو بيتحرك، رغم ان العجل مش عدل يعني، الحركه بتاعته تبقى صعبه. هو واقف في مكان مش اسفلت يعني. تمام. يعني مكان مش يعني مكان مش اسفلت برضه. دي الحركه الجانبيه على الطريق. وكابتن